Hello, everyone. This is Ibrahim from Mobikya. We run eco-friendly products design studio. As you see in the picture, Yani, it's a set made of upcycled tires, furniture, sofas, and also a table. Our services varies between event setups and interior design, product design. We've been there since 2017, and we've been evolving all the time. This is samples of the interior designs, also made up of upcycled raw materials. And the market opportunities we see, eco-friendly product market size is growing year by year because people are tend to make eco-friendly purchase every year, and we see also potential of converting into an eco-friendly marketplace, selling homegrown product lines, because the margin of producing your products makes the profit margin between 35 to 45%, while only considering drop shipping for the eco-friendly products, the profit margin is between 10 to 15%. شايفين برضو ان في absence في ال designed eco-friendly products اللي فيها functionality وفي نفس الوقت فيها economic value أو بتقدم بسعر رخيص يكمبيت مع ال products العادية. وشايفين في فرصة في after sales experience because we are trying to cause a paradigm shift where people trust ان هم يطلبوا eco-friendly product اللي هو بينقسم لحاجتين. It's either a product made up of raw material that is upcycled زي ال tires, ال oil, الأويل درامز، المخلفات الصناعية اللي بتستخدم في صناعات كبيرة بشكل عام، أو إن هو يبقى معمول من رو ماتيريال ذات بايو ديجريدز باي تايم، فبتتحلل وبترجع للأرض بطريقة ريلي انفايرمنتال. شايفين إن في كومباتيتس كتير في الماركت ما بين إن هم إيكو فريندلي براندز وبين إن هم إيكو فريندلي ماركت بليسز. احنا شايفين احنا الـ originality of design what we mean by it اللي احنا بنشتغل على concepts that's rooted in the Egyptian community زي مثلا for example الـ tire furniture it's functional at the same time inspired from the pharaonic columns عندنا product اسمه قارورة it's renovation of القلة تقدر تحطها في التلاجة ما بتصرفش مية زي القلة فwe also play on designing a product that is functional وفي نفس الوقت it's Egyptian designed ال customer experience لما بتبقى انت براند بيبقى في حاله المرتجعات او لما بيكون العميل عنده مشكله مع المنتج بتعرف تعمل اكسشينج بطريقه سهله لما بتكون ماركت بليس بتجمع كذا براند بيبقى صعب لان بياخد وقت اكتر انك ترجع للبراندز فاحنا عندنا هوم جرون برودكت لاينز فبنقدر يعني نتعامل في كل البرودكت لاينز ات ذا سيم تايم وحته الفاليو فور ماني اولسو احنا البرودكتس بتاعتنا في الاول اول ما بدانا كان البراكت بتاع البرودكتس من 1000 ل 10000 during COVID, احنا قللنا وبدأنا نتارجت ان احنا نبيع products within the bracket ما بين 100 ل 500 جنيه. Throughout the years, the businesses اللي trusted us واشتغلنا معاها B2B, also we've got covered by the media in different platforms. الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها احنا بنبدا الاول بريسيرش اند ديفلوبمنت بنشوف يا اما نشتغل برو ماتيريال من المخلفات الصناعيه ونحولها لبرودكت او ان احنا نشتغل بحاجه that biodegrades زي البوتري فور اكزامبل بعد كده بنتحرك للديزاين اند تيستينج بتاخد من 3 تو 6 مانث عشان نقدر نعادل البرودكت بعد كده بنقدر نديزاين فور ماس برودكشن اند ذن البرودكت فوتوغرافي اند ذن كلاينت اوردرز ثرو ذا ويب سايت اند ذن الاوردر ديليفري اند ريتريتس والفيدباك بيتاخد تاني ناحيه الريسيرش اند ديفلوبمنت الرود ماب احنا بدانا في 2017 كان عندنا 5 برودكتس بس كانوا كلهم معتمدين على الاب سايكلينج ميثودولوجي يعني اند وي جرو في 2018 انتو 15 برودكتس كانوا كلهم متارجتين حته الفرنتشر في 2020 زودنا برودكتس هوم برودكتس برضو بس براكت اقل في الاسعار تارجتنج الميرورز وبعدين لما جت الكوفيد وي سو ذا بوتنشال اوف ان احنا نبدا نقدم برودكتس اصغر فبقى عندنا 50 برودكتس اوت اوف بوتري مع التايرز 2021 we're expanding in pottery products وهنقدم في quarter 4 من 2021 same day delivery and 2022 we're targeting to expand in the MENA region
احنا عندنا 450 ايجيبشن باوندز الافريج اوردر فاليو رايت ناو في الـ في البرودكت لاينز بتاعتنا. الكاستمر اكوزيشن كوست از اراوند 70 اي جي بي وال 40 كي فيزيتس اكروس الويب سايتس المختلفه. قاروره از ون اوف ذا برودكت لاينز احنا بعنا منها 2500 بيسز وي لانشد ات ان 2020 اند وي دين اكسبكت صراحه ان احنا نبيع العدد ده اند اتس جروينج. اند ذن وي انتروديوسد جهوينا ويتش از ا برودكت لاين للكوفي تولز فوكسنج اون التركيش كوفي بالثرو من البوتري اند وي سولد فور 500 بيسز من الكنكه اند 700 بيسز اند اب كاونتنج في من السبرتايه الفخار. What we're planning, برضو احنا شغالين على product دلوقتي ان احنا بنعمل self-watering pots و product line ده هيبقى اسمه كنوم و mugs line ده دي ال expansions احنا شغالين عليها دلوقتي. We're actually looking for partners not just investors علشان احنا بنحاول ان احنا نوسع products بتاعتنا ان هم يبقوا فوق 150 منتج ونحاول ان احنا لان احنا اوريدي بنشحن للخليج في كذا دوله بس محتاجين ان احنا يبقى عندنا ستورج فاسيليتيز في اكتر من دوله عشان نسرع الشيبنج. What we're going to do with the investment, 35% marketing and operations, 10% hiring and recruitment, 15% research and design, 12% legal costs and 23% products production. This is our team with more than 50 years of experience. Hamid leads the operations and facilitating supervision على الورش المختلفة اللي احنا بنصنع فيها البرودكتس. أحمد بدر الدين, he's ex-Ministry of Industry project management. وسراج ex-PNG and has experience in supply chain. Asma, she's leading the eco-friendly textile product line, which we are planning to launch in 2022. And Ayman is the head of research and development. Thank you.